والله أنا واحد من الناس، ترى كانت لي خلطة مع القطبية والسرورية. والله كتاب الشيخ ربيع العلامة جماعة واحدة لجماعات وصراط واحد لعشرات، والله الله ميز به بين السلفية والقطبية السرورية حقت سلمان عودة، وكانت وقت تثبيت سلمان عودة على الدولة السعودية. كان هالحين نكفر ولاتنا والسبع علمانا. اعرفوا للشيخ ربيع فضله في نصرة السنة. أين الثرى من الثريا؟ أين السلفي من التكفيري؟